بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة جديدة لاستخراج المياه في جنوب دمشق بسبب ضعفها وانقطاعها عن بعض الأحياء. قام أحد الأشخاص بابتكار هذه الطريقة من أجل استخراج هذه المياه. أخي فيك تخبرنا كيف اشتغلت الشغلة هي؟ لك يا أخي، لا عندنا لا كهرباء ولا مخلوقات، لا مازوت ولا بنزين. سعر مثل المازوت 1000 ليرة، سعر مثل البنزين 1200 ليرة، من وين بدنا نجيب حقهم؟ يعني ما لقينا غير نشتغل هاي الطريقة مشان نطلع مي. عندنا أولاد صغار بدها تشرب، بدها تغسل، بدها تحمم. إيه حاسبين إنه لا مازوت ولا بنزين ولا شيء. يعني لقينا هاي الطريقة أفضل طريقة عادة نطلع مي. بعين الله شو بدنا نسوي؟ يلا منه رياضة ومنه بتطلعوا مي على الخزان. رياضة بعد كل هذا الحصار، شو بدنا من رياضة بعد هذا الحصار؟ بعين الله، الله يفرج عليك أخي. آمين يا رب.